الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشف خبراء في شأن الاقتصادية أن البنك المركزي العراقي يبيع عبر نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية نحو 200 مليون دولار في اليوم الواحد، ويصل بالشهر إلى أكثر من 3 مليارات دولار، وبنسبة 80% من المبيعات تحول إلى الخارج على شكل حوالات واعتمادات. وأضاف الخبراء أنه في السابق كانت عملية التحويل تجري بانسيابية عالية، وبعدها واجهت بعض العراقيل من قبل الخزانة الأمريكية في الأشهر الأخيرة من عام 2023، حيث أن بعض التجار وبعد تقديم الأوراق الرسمية إلى البنك لشراء الدولار بالسعر الرسمي تفاجأوا بعد مرور شهر برفض الحوالات لأسباب مجهولة بسبب السياسة التي وضعتها الخزانة الأمريكية على المنصة الإلكترونية. دعت حكومة السودان الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على 21 مصرفا في العراق، فيما أكد مراقبون أن دعوة حكومة بغداد تأتي بعد مخاوف حقيقية من انهيار النظام المصرفي في البلاد. وكان البنك المركزي قد قرر منع 8 مصارف أهلية من التعامل بالدولار الأمريكي في إطار استكمال حملته المدعومة أمريكياً للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال وتهريب الدولار إلى إيران وسوريا ولبنان، أو انحصار الدولار في متناول جماعات سياسية وميليشيات مسلحة تستخدم الدولار بطرق غير مشروعة. أقرت مديرية الإحصاء في محافظة القادسية بارتفاع نسبة الفقر إلى 47% ونسبة البطالة إلى 35% في عموم محافظة القادسية خلال العام الحالي. وأكدت المديرية أن مشاكل الفقر والبطالة تفاقمت بشكل كبير في محافظة القادسية التي تعد ثاني أفقر المحافظات بعد المثنى، وذلك بسبب عدم وجود مشاريع البترودولار أو منافذ حكومية، فضلا عن القطاع الزراعي الذي يعاني الإهمال والتراجع نتيجة ضعف الدعم الحكومي. وتعاني القادسية من مشاكل متنوعة على صعيد الواقع الخدمي بجميع قطاعاته، وفشل المشاريع وإحالتها لشركات غير رصينة وغير قادرة على تنفيذ مشاريع كبرى جراء الفساد المالي والإداري المستشري في جميع المؤسسات الحكومية. أكدت هيئة الاستثمار في كردستان العراق أن استثمارات الشركات الإيرانية هي الأقل في كردستان العراق، حيث انخفضت إلى النصف منذ عقدين. وقال مدير عام الشركة بشتوان حمى سعيد فيان إن الشركات التي نفذت المشاريع في كردستان العراق هي تركية وإيرانية ولبنانية وروسية وإماراتية وأمريكية وصينية، مضيفا أن الشركات التركية جاءت المركز الأول في استثمارات كردستان العراق ب17 مشروعا، تليها اللبنانية ب10 مشاريع، بينما حلت الشركات الإيرانية بأقل الحصص المستقلة. ذكرت مصادر مالية أن مسؤولي البنك الفيدرالي الأمريكي لا يشعرون بحاجة ملحة للبدء في التيسير النقدي في الولايات المتحدة قريبا أو التحرك سريعا إذا قرروا السير في هذا الاتجاه. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز إنه سيكون من المناسب البدء في تخفيف قيود السياسة على تدفق الدولار في وقت لاحق من هذا العام. وقبل الختام نذكر بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن.
ختام موجز إلى اللقاء.